مدير إدارة التوجيه المعنوية العميد ناصر القايد. سيدة العميد مرحبا بك. أهلا سيبك كريم، تحية لك ولمشاهديك الكرام. نعم، أبدأ معك. يعني سيرة العميد، كيف تقيم سير المعارك في جنوب العاصمة طرابلس، خصوصا وأن الجيش يعمل منذ مدة على قطع الإمدادات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية للجميع وتقبل الله منكم الصيام والقيام بإذن الله. نعم، لازالت خطط الجيش، قوات الجيش هي تكمن في محاولة استنزاف العدو بشكل تام، فتقطع امداداته عليه وتقوم باستنزاف كل ما لديه من ذخيرة وإمكانيات، فيقوم السلاح الجوي باستهداف بعض التحركات سواء كان في قاعدة الوطيئة أو في ما يقع ما بين ترهونة وبن وليد والمناطق المحظورة التي يحظر فيها تحرك الشاحنات أو الإمدادات بأي شكل. وطبعا قام باستهداف كثير من الشاحنات، وكذلك الأمر الثاني وهو الذي بدأ هذا الأسبوع، الأسبوع الثاني في رمضان، هو تحرك المدفعية الثقيلة في المحاور، وبدأت تتحرك وتقوم أيضا باستهدافات لمخازن الذخيرة والآليات التي تتحرك في المحاور. والحمد لله يعني كل المحاور تشهد، يعني لا يوجد اشتباكات، ولكن كلها عبارة عن استنزافات للقوة، وهذا يمهد الطريق ويجعل من الخسائر أقل، وهو هذا ما الخطط التي وضعت لهذا الأيام يعني أن تكون وتنفذ بشكل جيد والحمد لله. نعم سيرة العميد، يعني إذا ما تحدثنا عن سلاح الجو الليبي والمدفعية، ما أثرهما على سير المعارك؟ هل سنشهد تأثرا بهذه الضربات إذا ما هاجم الجيش هجوم أو حصون حفتر؟ نعم، سلاح الجو الحقيقة هو سلاح جيد في الإسناد، وخصوصا في استنزاف الإمدادات وقطعها على محاور القتال. فما يقوم به الآن سلاح الجو هو محاولة قطع أي إمدادات تصل إلى المحاور قتال جنوب طرابلس، أو يعني تعطيل قاعدة الوطيئة، وهذا هو الأمر المطلوب. يعني هو الآن تو قاعدة الوطيئة معطلة بكامل، لا تخرج منها أي إمدادات ولا تستطيع أن تخرج منها. يعني هذا قد يكون في هذه الحالة أفضل حتى من احتلالها، يعني أهم شيء خروجها عن الـ الإمدادات. كذلك ما يتحرك، يعني هي ترصد بشكل كامل كل التحركات التي تتم سواء كان لشاحنات وقود أو شاحنات ذخيرة أو حتى يعني بعض الأفراد الذين يتحركون، وتقوم باستهدافهم، وهذا أيضا جيد. كذلك المدفعية تقوم باستهداف كل المخازن، ترصد المخازن وترصد تحركات أي آلات ثقيلة وتقوم باستهدافها، وهذا سيرهق العدو وسيؤثر فيه كثيرا. يعني نحن نتوقع الأيام المقبلة سيكون هناك انهيار بالكامل في صفوف هذا العدو، وبذلك سيتم يعني التقدم بشكل أفضل وأأمن وأسرع بإذن الله. نعم، سنشهد الدخول ربما في الأيام القادمة إلى مدينة طرهونة، وكما يقال المثل الهدوء الذي يسبق العاصفة، كيف تعلق؟ نعم بإذن الله، هذا طبعا حسب الخطط التكتيكية العسكرية. بداية دائما يتم بمحاولة استنزاف العدو بشكل كبير. يعني حقيقة مدينة ترهونة مدينة تعج بالسكان، فيها الأطفال وفيها النساء وفيها الشيوخ، فدخولها بالقوة وبقوة السلاح يعني أمر يشكل صعوبة، ونحن لا نرضى يعني كجيش ليبي أن نسبب الأذى للمدنيين. ولهذا كلما تم الاستنزاف واستهداف الأماكن الذخيرة والأسلحة،
كلما سهل الدخول بشكل سلمي أكثر للمدينة، وذلك ما يخطط له أو تتم الخطط العسكرية إعدادها بهذا الشكل، بحيث أن دخولها يكون يعني سلس وليس بقوة المدفعية والسلاح. وهذا إن شاء الله بإذن الله سيتم قريبا بإذن الله. يعني الآن أمور تسير بشكل جيد وكل المحاور متقدمة وكل قوات هذا المجرم تعاني في المحاور، لأن الامدادات أصبحت مقطوعة عنها، فهي تعاني جدا وضعيفة وليست في مستوى يعني القتال. ولكن طبعا مراعاة لهذا الشهر الكريم أيضا تحرك القوات يكون أبطأ وأقل يعني من وهذا يعني بسبب يعني بعض يعني نعم. هذا أول يعني شهر رمضان، ولكن بإذن الله يعني ستكون الأمور في الأمور يعني في الأيام القليلة القادمة سيكون هناك تطورات جديدة حتى في على مستوى الأسلحة ومستوى التقدمات بإذن الله. نعم سيادة العميد، يعني الجميع يعلم ويرى الدعم الإماراتي لمجرم الحرب حفتر، برأيك يعني هل له أثر على بقاء الميليشيات على تخوم العاصمة حتى الآن هذا الدعم؟ هو هذا الدعم طبعا هو هذا من حتى نعلم الافتراءات، يعني هم يدعون إلى هدنة بشهر رمضان، ولا زال الدعم يصل إليهم من الإمارات، ولا زال يتجهزون ولا زالوا يعدون العدة. وطبعا هذه يعني بالنسبة لتأثيرها على المحاور لا يوجد لها تأثير كبير، لأن هم هؤلاء الآن يعانون من انقطاع هذه الامدادات. ولكن هذا يدلك على أن لا وجود لأي هدنة ولا ميثاق ولا عهود، هذا يدلك على أن هذا المجرم لا زال يعني يتآمر ولا زال ينوي الشر ولا زال ينوي بعض الهجمات الذي يريد أن يشنها، رغم أنها خاسرة ولكنه يستمر في ذلك نتيجة لداعميه يعني إرضاء داعميه في هذا المجال. هذا طبعا الأمر الذي يوجد عليه، نحن نرصد هناك لا زال يعني امدادات تصل، ولا زالت هناك بعض التجمعات، ولا زالت بعد هناك لبعض الحركات، كلها مرصودة وبإذن الله سيتم التعامل معها في المستقبل بإذن الله. نعم سيادة العميد، استمعت إلى ضيفي قبل قليل وهو يتحدث عن استهداف سلاح الجو لقاعدة الوطية وتفجير مخازن الذخيرة واستهداف سيارات في قاعدة الوطية، هل ترى تحرير قاعدة الوطية بات تحريرها قاب قوسين او ادنى؟ والله بإذن الله، يعني الحقيقة قاعدة الوطية تحت المراقبة بشكل مستمر كما أشار الضيف، يعني الطائرات تراقبها بشكل مستمر، أي تحركات داخل القاعدة مشبوهة يتم التعامل معها فورا، وهذا الآن يعني ما هو الأمر عليه. إذا تسنى وتم تسليمها أو تحريرها أو يعني هذه ترجع لبعض المشاكل أعتقد الاجتماعية اللي هي في المنطقة، يعني أكثر من كونها، ولكنها كقاعدة الآن هي تعتبر يعني خارج الخدمة، وهذا هو الأمر المطلوب أكثر من دخولها. لكن في النهاية سيتم التسليم بشكل أو بآخر، يعني لأن استمرار قصفها واستهدافها هذا أمر يعني سيؤدي إلى الاستسلام لا شك في ذلك. يعني نعم سيارة العميد، إذا ما تم دخول إلى مدينة طرهونة وتحريرها بالكامل، هل سنشهد انسحاب ميليشيات حفتر من مدينة سرت برأيك؟ والله من سرت قد يكون، يعني هو أنا أعتقد أن لو حدث انهيار في جنوب طرابلس ستنهار أيضا القوات الموجودة في المناطق الأخرى. هم قد يكون يعني يعتبروا خط الدفاع الأول لهم والذي يحرصون الآن على يعني التمسك به هو الجفرة، يعني باعتبارها أنها هي مركز الإمداد الرئيسي، وهي ما يعني يصلنا من معلومات أنهم يتمركزون فيها بشكل كبير، والمرتزقة
تتواجد فيها بشكل كبير، وهو يعتبره خط الـ 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 الأمامي. فهم أعتقد أنهم يركزون على الجفر أكثر من سرت، هم وكأنهم يعلمون أن سرت ليست مكان تمركز، لأن حتى استعداداتهم في سرت أقل من ما هو موجود في الجفرة، ولم يعني يستفيدوا كثيرا من مما في سرت. ولكن أعتقد أن تحرير سرت أيضا وارد يعني بالنسبة لقواتنا، أيضا يعني لديها الخطط المعدودة لتحرير سرت أيضا من في الأيام المقبلة أيضا. إنما التعامل في المدن، هذه المدن التي بها يعني سكان، يصبح أصعب من التعامل بما فيه من المحاور الآن. فقط أريد أن أشير إلى نقطة، الحقيقة ما أشار إليه حتى يعني الضيف، هي حكاية الألغام هذه، وهي يعني تذكرنا بما فعله الدواعش في سرت، يعني تلغيم البيوت في مناطق التي تم تحريرها في جنوب طرابلس بشكل كبير جدا. يعني قام هذا العدو بتلغيم بيوت المواطنين، والمواطنين أحيانا لما يسمعوا بأن تم تحرير منطقتهم يرجعوا بسرعة نتيجة يعني تشوقهم لبيوتهم وليعلموا ماذا حدث في بيوتهم، فيصابوا من هذه الألغام وهذه الأفخاخ الذي وضع هذه الميليشيات وضعتها. فأنا الحقيقة أحذر كل المدنيين ألا يتسرعوا في الرجوع إلى بيوتهم حتى تنتهي، أو حتى يعطوا الأذن من سرية الهندسة العسكرية التي تقوم بتفكيك هذه الأفخاخ التي وضعت داخل بيوت المدنيين. يعني هي ليست موضوعة مقصودة للجيش، وإنما هي مقصودة للمدنيين. نعم.